أفلاك جيدة مع مواليد العذراء بآخر أسبوع من السنة من شهر كانون الأول. عزيزي العذراء، بتحقق أهداف كتيرة ومهمة بين يوم 23 والأربعاء و22 إذا أقدمت على عمل بشجاعة وثقة بالنفس. بتكون سعيد جدا بأوقات كتير حلوة وعذبة بتوقع بين الجمعة 24 ويوم الأحد 26. كتير حلو هالويكند، بتكون على موعد مع الرومانسية أو الإنجازات المهنية المشكورة، ويمكن تحقق أرباح كتيرة بين يوم الاثنين 27 ويوم الثلاثة 28. ابتداء من يوم الاثنين 27 كن متيقظ جداً، يمكن تحالفك الظروف حتى تستفيد منها بطريقة استثنائية. ما تفوت الفرصة إذا بتريد، خاصة يوم الخميس 30. هيدا يوم جيد يمكن تقطف خلاله فرصة كتير مهمة، بس تعد عن التوتر وعن الغضب. آخر يوم بالسنة يعني الجمعة 31. بتمنى انك تكون مرقت بسنة جيدة وبصحة ممتازة، وانت بتطل على سنة مميزة جدا هي 2022.